التميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. هذا هو الشوط الأول الذي سينطلق بعد لحظات. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا وعلى بركة الله وحفظه ينطلق الشوط الأول الشوط الرئيسي. إذن ينطلق شوط مسك ختام هذا المهرجان، انطلاقة فيها أكثر من عنوان للتحدي، فيها أكثر من مشهد لتنافس يضم في داخله تيارات تتضارب فيما بينها تبحث عن مجد قريب يلوح في الأفق القريب. إذا نجتمع هنا لنجمع على أنه شوط لا يعرف الهدوء، شوط فيه ملكات هذا الزمان كلا بتاجها ترنو إلى عرش درع المهرجان. انطلق هذا الشوط الرئيسي ومعه ننطلق لنبحر مشاهدينا الكرام في متابعتنا للأسماء القوية التي حضرت فاستعدت لتترجم ما تملك من عطاء، لتترجم ما تمتلك من رؤية العنفوان. العنفوان والعنوان هو الغربية، الغربية إذا انطلقت مع الكيلومتر الأخير، الرمز إذا درع مهرجان اليوم الوطني. الغربية تقترب من المركز الثاني كتارة، حتى الآن لم تصدر التعليمات على كتارة في ثاني المراكز. المركز الثالث مغفة، تحركت مغفة، انطلقت مغفة، براهين أيضا بدورها تتحرك وتنطلق. الغربية كتارة، مغفة براهين، براهين مغفة كتارة. الغربية 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 مع المركز الأول. الرمز لمن؟ الله الله الله. الغربية 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 وكتارة، كتارة تقترب، كتارة حكم أعصابك يا الخليفي، حرك 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 حرك، روح يا الخليفي روح. الله الله. كتارة 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 كتارة. الله يا الخليفي. سلام 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 ممثل العاصمة، سلام المندوب الدام، سلام مشكور 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 مشكور. ثانك يو يا الخليفي، ثانكس ثانكس فيري ماتش، ثانكس يا عبد الله، يا بن محمد يا بن مبارك يا الخليفي، مشكور على هذا الأداء، على هذا الرقص الأصيل. ما خاب الترشيحات، من رشح كتارة؟ سلام يا كتارة، سلام سلام العاصمة الدوحة، سلام منطقة الخليفات، مشكور مشكور مشكور. تهانينا والناموس على فوز كتارة بالمركز الأول وانتزاعها لرمز درع المهرجان. المركز الثاني مغثة للسيد محمد بن راشد بن غدي الكتبي. المركز الثالث براهين غانم بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث جاءت فيه مستحيلة سيف المسلم العامري. المركز الخامس الغربية محمد بن زايد المنصوري. كتارة وهي كتارة، هذا الاسم التاريخي الذي ورد في خرائط بطليموس، هذه كتارة، هذا الاسم القديم لدولة الغالية قطر. إذا تهانينا لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي على انتزاعه للرمز، على فوزه بدرع المهرجان. 12 دقيقة 44 ثانية، 14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لك يا عبد الله يا بن محمد يا الخليفي على فوز كتارة بالمركز الأول. ها هو يتلقى التهاني بعد انتصاره المؤزر، بعد فوزه الذي جاء من خلالي وعبر بوابة كتارة. المركز الثاني مغثة 12 دقيقة 51 ثانية، 16 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن راشد بن غدير الكتبي على فوز مغثة بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فكان مع براهين وتوقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية 44 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد غانم بن منصور آل سيف الخياري.